العناوين. مئات الطلاب اللبنانيين في إيران سيعودون إلى لبنان، ووزارة الصحة تقول ما زلنا في مرحلة احتواء الفيروس. سامي الجميل يدعو إلى مصارحة الناس في الملفات المالية والصحية والذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة فورا. مسيرة تحت عنوان ستدفعون الثمن من البربير إلى بيروت. إردوغان يطلب من بوتين أن تتنحى روسيا عن طريق تركيا في إدلب. القلق من انتشار فيروس كورونا يزداد، وفي انتظار صدور البيان اليومي عن مستشفى رفيق الحريري سرت أخبار عن ارتفاع أعداد المصابين، في وقت ينتظر أن يصل مئات الطلاب اللبنانيين من إيران في الأيام المقبلة عبر نقطة المصنع. في هذا الوقت أعلن عدد من الجامعات التزام قرار الإقفال لأسبوع، فيما تدرس جامعات أخرى هذا القرار، أما المدارس فستقفل أبوابها، ما يدل إلى ارتفاع مخاطر انتشار المرض، مع أن وزارة الصحة أعلنت أنه ما زال في مرحلة الاحتواء. أزمة الكورونا لا تخفي الأزمة الاقتصادية المستمرة في التفاقم، فالحكومة تتباطأ في اتخاذ قرار حيال استحقاق اليوروبوند وحيال التعيينات الإدارية، فيما ينتظر أيضا اتخاذ خطوات في موضوع المصارف وأموال المودعين، خصوصا في تحويل مبالغ إلى الخارج وإقرار مشروع قانون حول الكابيتال كنترول. وسط هذه التطورات دعا رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل إلى مصارحة الناس في الملفات المالية والصحية والذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة فورا. نبدأ من موضوع الكورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة أن الوضع الوبائي لكورونا في لبنان ما زال في مرحلة الاحتواء لهذا الفيروس، وأكدت أن هناك 4 حالات مؤكدة فقط، 3 منها لوافدين من إيران ورابعة محلية التقطت فيها العدوى في لبنان. نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود حذر من تطيير العام الدراسي ومن الاستعاضة عن الشهادات الرسمية بالإفادات المدرسية، شاكيا عبر إذاعتنا من عدم التنسيق بين وزارة التربية والمرجعيات النقابية والتربوية. هذا السبب المعلن، هلا إذا في معطيات غير معلنة ما بنعرفها نحن، لأنه ما صار في تشاور أو أخذ رأي أو تواصل معنا بحول هذا الموضوع ولا غيره للحقيقة. يعني بعد في مدارس أعلنت التزامها، بس بالإجمال المدارس الكاثوليكية بعد ما أعلنت موقف إذا ملتزمي بتعطيل أسبوع ولا لا، مع أنه بنظري أنا يعني كان بدنا يوم غيمة لحتى نأمن أنه الامتحانات ماشي والدرس ماشي. نحن مصرين نعمل المستحيل ليكون في امتحانات رسمية. ممكن يكون في أطراف، لأنه سمعنا أصوات أنه بلا البروفي مثلا الشهادة المتوسطة، بس هذا في ضرر كبير للطلاب أنفسهم يعني قبل ما يكون لغيره. نقابة أصحاب المدارس الخاصة تناولت بدورها انعكاس قرار إقفال المدارس على العام الدراسي وعلى الأقساط ومعاشات الأساتذة. إذا استمرت هذه الحالة 2 أو 3 أو 4 وربما تصل إلى أكثر، كيف سننهي هذا العام الدراسي وكيف سندفع كمؤسسات تربوية رواتب موظفينا أو معلمينا والأهالي لا يدفعون أي شيء من هذه الأقساط؟ هذا السؤال الكبير اللي بدنا نسأله لمعالي. نحن باسم النقابة أستطيع أن أطلب من الدولة اللبنانية ككل أن تتحمل جزءا من هذه الأعباء، خاصة وأن هناك سابقة لهذا الموضوع أظن في عهد دولة الرئيس سليم الحسن بالتسعينات، طريق الوزارة دفعت مبالغ معينة عن كل تلميذ مسجل في هذه المدارس. السفارة السعودية في بيروت أهابت بجميع المواطنين السعوديين والمقيمين ضرورة تأجيل السفر إلى لبنان. عالميا أعلنت منظمة الصحة العالمية أن احتواء فيروس كورونا يحتاج إلى عمل جماعي وجهود أكبر. وفي أنباء جديدة، بلغ عدد الوفيات في إيران 43 والإصابات 593، وأغلب الضحايا هم من المقيمين في العاصمة ومدينة قم، حيث ظهرت الحالات الأولى للإصابة بالفيروس. قطر أعلنت اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا على أراضيها لمواطن عائد من إيران،
وشهدت كوريا الجنوبية أكبر زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا في يوم واحد، حيث سجلت 594 حالة جديدة اليوم، وبذلك يصبح مجموع حالات الإصابة 3150، توفي منهم 17 مصابا. وزير الصحة الفرنسي أعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 73 حالة. انطلقت مسيرة تحت عنوان ستدفعون الثمن من البربير في اتجاه وسط بيروت مرورا بوزارة العمل ووزارة الاقتصاد. هيدي مزرعة لحد هلا هن الكورونا اللي حفظتوها على بيروت على المطار من خلال المطار من خلال قلة الرقابة دايما متأخرين خطوة لورا. هيدي مزرعة ماي بلد والله مزرعة. هاي مشكلة هن خلقوها السلطة، هن بيتحملوا مسؤوليتها، انه نحن كمان إلنا حق نعيش بوطنيتنا، إلنا حق نعيش نحن نقدم شيء لهيدا الوطن. نشدد على رأيهم أنه نحن هذه الثورة مستمرة ولا ثقة بهذه الحكومة ولا ثقة بهذه السلطة. وننتقل الآن إلى وسط بيروت إلى حيث وصلت هذه المسيرة، الأجواء من هناك مباشرة مع مروان الأندوم. تفضل مروان. نعم إلان، كما أسلفت وصلت المسيرة التي انطلقت من البربير مرورا بوزارة العمل ووزارة الاقتصاد وتوزعت على ساحتي رياض الصلع وساحة يعني نستطيع نقول ساحة البلدية، أي الطريق الممتدة من فندق لوغري والنهار مرورا ببلدية بيروت وصولا إلى مدخل مجلس النواب من ناحية الجامعة العمري. تتميز هذه المسيرة اليوم بالكمامات، عدد كبير من السوار يضعون الكمامات طبعا خوفا من فيروس كورونا، وهذا يعني الفيروس وهذا الوباء يؤثر كثيرا على التحركات، لأن يعني نرى هناك مجموعات من السوار تقف على حدة وهناك مجموعات يعني ليس هناك اقتزاز كما كان يعني في العادة، السوار كانوا يكونون جنبا إلى جانب الكتف على الكتف، يعني اليوم في هناك مسافات بين الثائر والثاني بسبب يعني هو موضوع احترازي من فيروس كورونا. في السياسة هذه التظاهرة اليوم هي تظاهرة طبعا ضد السلطة السياسية تحت عنوان سوف تدفعون الثمن. هذه المظاهرة تطالب بانتخابات نيابية مبكرة، ويعتبرون بأن حكومة الرئيس حسن دياب هي حكومة سياسية ومسيسة إلى أقصى الدرجات وتكمل نفس النهج الذي اتبعته الحكومة حكومة الرئيس سعد الحريري، إن كان من ناحية التعيينات التي سوف تحصل دون آلية بطريقة المحاصصة، وأضف إلى كل الملفات الأخرى وخاصة الملف الاقتصادي والمالي. في السياسة أيضا تطالب هذه المسيرة وهذه التظاهرة والثوار بانتخابات نيابية مبكرة، لأنهم يعتبرون بأن السلطة السياسية قد فقدت كل شرعية على المستوى الوزاري وعلى المستوى النيابي، وهم يطالبون اليوم بتحديد موعد للانتخابات النيابية المبكرة من أجل انتخابات نزيهة وشريفة يستطيعون التعبير عن رأي فيها والشعب اللبناني عن رأي فيها وينبثق عنها مجلس نواب ومن ثم سلطة سياسية جديدة. يعني القوى الأمنية طبعا كما العادة هنا في ساحة الشهداء وساحة رياض الصلح وأمام المجلس النيابي، كان هناك منذ قليل احتكاكات ومناوشات خفيفة بين القوى الأمنية والمتظاهرين ولكنها هدأت، ولن يكون هناك التحام مباشر بينهما بسبب الجدار الإسمنتي الذي تضعه القوى الأمنية على كل مداخل مجلس النواب. إذن لا التحام مباشر
بين القوى الأمنية والمتظاهرين. هذه التظاهرة لا يزال حتى ساعة يتوافد إليها عدد من الثوار من مختلف المناطق ومن مختلف نقاط الثورة في لبنان، وسوف تستمر إلى حوالي الساعة 7، وهي تطالب بانتخابات نيابية مبكرة. هذا كل شيء، عودة إلى صوت لبنان. كذلك جابت مسيرة راجلة شوارع النبطية، وردد المتظاهرون هتافات قائلين لن ندفع. دعا رئيس حزب الكذائب النائب سامي الجميل إلى مصارحة الناس في الملفات المالية والصحية والذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة فورا. التفاصيل مع تراز الخوري. أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل أن المطلوب اليوم هو الذهاب بأسرع وقت ممكن إلى انتخابات نيابية مبكرة عبر إقرار قانون تقصير ولاية المجلس الذي تقدمت به كتلة نواب الكتائب، معتبرا أنه متى حصل شرخ بين الناس والسلطة السياسية لابد من إعادة تشكيل الأخيرة على صورة الناس. كلام رئيس الكتائب جاء خلال اجتماع التسلم والتسليم لمكتب طلاب إقليم المتن الكتائبي. واعتبر الجميل في موضوع دفع لبنان الاستحقاقات المتوجبة عليه من اليوروبوند أن الكذب لابد أن يتوقف، وقال تكذبون علينا بالأرقام وبكل شيء، بحجم الدين وحجم النمو، كما تكذبون بمقدار العجز، وحتى تكذبون بعدد الأشخاص المصابين الذين دخلوا إلى لبنان. الحفل استهل بالنشيدين الوطني والكتائبي، وكانت كلمة لرئيس أقليم المتن ميشيل الهراوي الذي شدد على أن ذهان اليوم هو على الطلاب لأنهم مستقبل الوطن والحزب ورأس الحربة في كل النشاطات والتحركات. تراز الخوري، صوت لبنان. نظم اعتصام اليوم أمام المجلس الشيعي الأعلى للمطالبة برفع سن الحضانة. نحن مطالبنا هي رفع سن الحضانة عند الطائفة الشيعية من السنتين لسبع سنين للصبي ومن السبع سنين لتسع سنين للبنت، ومن بعد تكون حضانة مشتركة بين الأم والأب ل 18 سنة. نحن ما نزلين ضد الأب، نحن نزلين لأنه الولد حرام يربى بعيد عن حضن أمه على عمر السنتين، هيدا شيء اسمه ظلم. عم نطلع جيل معقد عنده مشاكل نفسية من وراء أنه عم يربى بعيد عن أمه على عمر السنتين. أعلن بيان للجيش أن عسكريين تعرضا خلال توجههما بسيارتهما لزيارة أحد الأشخاص في الهرمل لكمين مسلح تخلله إطلاق نار في منطقة الشواغير، ما أدى إلى استشهاد أحد العسكريين. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه طلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن تتنحى روسيا عن طريق تركيا في إدلب، بحيث يمكن لأنقرة التعامل مع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد. وكان الزعيمان قد تحدثا أمس هاتفيا بعد يوم من مقتل 33 جنديا تركيا في غارة جوية في محافظة إدلب. وشدد أردوغان في كلمة له أمام أعضاء حزبه الحاكم على أن الحكومة السورية ستدفع ثمن قتل الجنود الأتراك، مشيرا إلى أن بلاده قتلت أكثر من 2100 من قوات النظام. ميدانيا، أفاد المرصد السوري بحصول قصف متبادل بين الجيش التركي وقوات النظام على محاور في سراقب وريفها، وفيما شنت غارات روسية على محيط الأتارب وكفر نوران في ريف حلب، هاجمت طائرات مسيرة تركية قوات النظام في ريفي إدلب وحما. وقعت واشنطن اتفاقا تاريخيا مع حركة طالبان المتطرفة في الدوحة لسحب الجنود الأمريكيين من أفغانستان ضمن فترة زمنية من 14 شهرا، ويأمل الأفغان في أن يؤدي الاتفاق لإنهاء 4 عقود من النزاعات وفتح باب الحوار بين حكومة كابول والحركة المتطرفة بهدف وضع حد للمعاناة في هذا البلد الفقير. وقد وقع الاتفاق بحضور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. ونبقى الآن مع الأحوال الجوية. الجو غدا غائم إلى غائم جزئيا مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات. تساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة فجرا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط ثلوج على ارتفاع 1000 متر. يتحسن الطقس تدريجا اعتبارا من بعد الظهر.
إذا كان في النشرة مئات الطلاب اللبنانيين في إيران سيعودون إلى لبنان، ووزارة الصحة تقول ما زلنا في مرحلة احتواء الفيروس. سامي الجميل يدعو إلى مصارحة الناس في الملفات المالية والصحية والذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة فورا. مسيرة تحت عنوان ستدفعون الثمن من البربير إلى بيروت. إردوغان يطلب من بوتين أن تتنحى روسيا عن طريق تركيا في إدلب. من صوت لبنان قدمنا لكم نشرة للأخبار.